في منطقتنا، مشيرة إلى أن هذا العدوان لا يزال مستمرا على أيدي العصابات الإجرامية الرخيصة. ولفتت الهيئة إلى أن ذكرى تحرير مدينة القنيطرة جاءت متزامنة مع انتصارات الجيش العربي السوري الباسل في مدينة القصير وريفها وريف دمشق وحلب وريفها، مبينة أن هذه الانتصارات المتلاحقة نزلت كالصاعقة على رؤوس أعداء الوطن المطأطئة ذلا وعارا وهزيمة وخيانة وانكسارا، في حين كانت أكاليل غار وعز وفخر على رأس كل عربي وطني شريف وقف إلى جانب قضايا أمته العربية ودافع عنها، ونتيجة طبيعية لتضحية شعبنا العظيم الذي قدم قوافل الشهداء على مدى سنوات الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب، حتى أصبحت الشهادة عنوانا بارزا في تاريخ شعبنا العربي السوري. وأكدت الهيئة أن الشعب السوري اليوم أكثر عزما وحزما وتصميما وإرادة على مواجهة التحديات كافة، مجددة تأكيدها على مواصلة مسيرة التحرير والعودة وصولا إلى تلك اللحظة التاريخية التي يرفع بها السيد الرئيس بشار الأسد الذي أضحى رمز المقاومة وحاميا للمقاومين العرب على امتداد مساحة الوطن العربي علم الوطن فوق أرض جولاننا الحبيب. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة. وأنا متفائل بالنصر ومتفائل بالمستقبل، وواثق أن قوة على هذه الأرض لن تستطيع أن تمنعنا من استرجاع حقوقنا كاملة. وفي الذكرى 39 لرفع العلم العربي السوري في سماء القنيطرة المحررة، سيبقى شعبنا نبراسا للأمة العربية، سيبقى رمزا للتضحية، وستبقى هذه الجماهير أبدا النور الساطع من أجل تحرير الوطن ومن أجل كرامة الأمة العربية. إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، والوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر بالإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا المحتلة. على وقع هذه الكلمات التي رافقت رفع العلم العربي السوري في سماء القنيطرة المحررة قبل 39 عاما، يستعيد السوريون لحظات انتصارهم على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإعادة القنيطرة إلى حضن الوطن الأم، وهم يزدادون ثقة بقدرتهم على مواجهة ما يحاك ضد وطنهم من مؤامرات استعمارية للنيل من قراره المستقل، تمهيدا لإلحاقه بالمشروع الغربي الصهيوني. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو من كل شبر من أرضنا العربية المحتلة. وأنا متفائل بالنصر ومتفائل بالمستقبل، وواثق أن قوة على هذه الأرض لن تستطيع أن تمنعنا من استرجاع حقوقنا كاملة. إن هذه الجماهير التي نراها تملك كل الاستعداد للتضحية وكل الاستعداد للبذل من أجل تحقيق إرادتها في تأكيد حرية جماهيرنا في هذا القطر وفي الوطن العربي. سيبقى شعبنا في هذا القطر نبراسا للأمة العربية، سيبقى رمزا للتضحية، وستبقى هذه الجماهير أبدا النور الساطع من أجل الحرية، من أجل تحرير الوطن، من أجل كرامة الأمة العربية. وتعيد ذكرى رفع القائد الخالد حافظ الأسد علم الوطن في سماء القنيطرة عام 74 بعد دحر المحتل الصهيوني، تاريخا مجيدا سطره جيشنا البطل في مواجهته لغطرسة مرتزقة وجنود العدو الذين أجبروا على الانسحاب تحت وقع ضربات قواتنا المسلحة، ليشكل ذلك اليوم أروع مثال عن إيمان وقدرة رجال الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية، فداء للوطن وأبنائه الذين وقفوا داعمين ومساندين لجيشهم الوطني.
المشهد اليوم يبدو مماثلا، فالجيش العربي السوري مسلحا بدعم شعبي واسع يعود لخوض معارك الدفاع عن الوطن الذي يتعرض لشكل جديد من أشكال العدوان الساعي لإسقاطه وتدميره بتخطيط غربي إسرائيلي وأياد خليجية تكفيرية تحاول تفتيته وقتل وحدته وتخريب مؤسساته وبنيته التحتية للنيل من مواقفه الوطنية والقومية التي دافعت عن خيار المقاومة والتحرير ولم تأل جهدا في دعمه. أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وأنها ليست ليبيا والحل يجب أن يكون دبلوماسيا. وقال كيري أن سوريا ليست ليبيا وإنهما حالتان مختلفتان في أوجه كثيرة جدا، وذلك ردا على سؤال حول سبب عدم تدخل عسكري في سوريا كما حصل في ليبيا. ويرى مراقبون أنه أمام صعوبة الخيار العسكري في سوريا إن لم يكن استحالته، لم يجد كريم ما يبرر به عدم الاستجابة لإلحاح بعض الأطراف الدولية والإقليمية والعربية للتدخل في سوريا إلا أن يتذرع بما سماها تدخلات خارجية من قبل إيران وحزب الله، إضافة إلى إمدادات السلاح التي تصل من روسيا. وفيما يواصل أبطال قواتنا المسلحة الباسلة تصديهم لفلول عصابات الإرهاب المرتزقة على الأرض، ترتفع وتيرة المواقف الدولية من الأزمة في سوريا. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الثلاثي لممثلي الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا الذي عقد في جنيف على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول سوريا بأسرع وقت ممكن. عقبات كثيرة أمام المجتمعين الثلاثة في جنيف أفضت إلى عدم إجماع الثلاثي الروسي والأمريكي برعاية المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي على تحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا، على أن تنتقل المعوقات إلى اللقاء الثنائي الأمريكي الروسي المرتقب عقده الأسبوع المقبل. ضرورة حل الأزمة السورية سياسيا، هذا ما أتى ويأتي على لسان الساسة الدوليين في لقاءاتهم على تنوعها، ولكن الخلافات العميقة حالت دون إجماع دولي عن إعلان موعد جنيف 2، إعلان حكم عليه أن يبقى مرهونا بالقرار الأمريكي بإحداث توازن عسكري كما جاء في اجتماع الدوحة الأخيرة. الإبراهيمي شكك في عقد جنيف 2 في تموز يوليو القادم. The opposition are, you know, they are meeting. I think their next meeting is on the 4th and 5th. مؤتمر سيعقد في يوليو تموز، وأعتقد أن ما يحدث في المنطقة خطير للغاية، وأمل أن تعمل الحكومات في المنطقة والقوى الكبرى على احتواء هذا الوضع الذي خرج عن نطاق السيطرة، ليس فقط في سوريا بل أيضا في المنطقة. تصريح الإبراهيمي جاء أيضا في ظل عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره السعودي سعود الفيصل مؤتمرا صحفيا طلب فيه بما أسماه وقف تزويد الحكومة السورية بالسلاح، وبالمقابل الإصرار على مواصلة تزويد ما سمي بالائتلاف الوطني بالأسلحة. تصريح قابله كيري بوجوب الحل السياسي، وربما غنى الثنائي المجتمع كل على هواه. ويبدو أن رياح الأزمة السورية اشتدت في كواليس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن الحالة بالشرق الأوسط التي قدمها فرنانديز ترانكو مساعد الأمين العام للشؤون السياسية. أما مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أشار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس إلى أنه لا يمكن عقد مؤتمر هادف إذا مجموعات الإرهابية في سوريا. وتعقيبا على صورة المشهد التي قدمها ترانكو قال الجعفري: مستر ترانكو has addressed many important topics. إن ترانكو أعاد اليوم وكرر نفس الخطأ الذي وقعت فيه الأمانة العامة بإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن من خلال تجاهل ممثلي الأمانة العامة للحديث عن الجولان وما حصل لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان، حيث تجاهل الدور القطري بإعطاء تعليمات للإرهابيين بخطف عناصر الوحدة الفلبينية إضافة إلى موضوع الكيماوي، كما أنه تجاهل أيضا أن الحكومة السورية هي التي طلبت التحقيق وما زالت حتى هذه اللحظة
ترحب بوصول فريق أكي سيلستروم للتحقيق باستخدام الإرهابيين السلاح الكيماوي في خان العسل بحلب. وفي جوقة التصريحات الغربية انضم اليوم ومن الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ليصف الأزمة السورية بأنها أصبحت أزمة دولية ملحة وتشكل خطرا متزايدا على المنطقة وخارجها. ويبدو حرص هيغ ونظرائه الغربيين على حل الأزمة السورية يزداد إلحاحا على ضوء إيقاف أعداد من الإرهابيين في عدد من الدول الأوروبية مؤخرا. وعلى الرغم من ذلك كله يبقى رهان أمريكا وحلفائها على الميدان، وحتى تحقيق أولئك وأدواتهم لحلم كسب الرهان، فإن الجيش العربي السوري سيواصل انتصاراته ليصبح الرهان المقبل على قدرة الغرب في درء خطر آلاف المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلدانهم. وردا على تصريحات سعود الفيصل في جدة واعتباره سوريا أرضا محتلة، أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن الدبلوماسية السعودية المرتجفة خوفا من انتصارات الجيش العربي السوري لا يسعها أن تمثل الشعب السعودي الشقيق ولا محل لها في أي حل سياسي. وقال الزعبي إنه لا تثريب على سعود الفيصل إذا اعتبر أن سوريا أرض محتلة وفلسطين محررة وذاكرته المثقوبة وأحلامه الموهومة تسيطر على خطابه. هم أصلا لا يمثلون أنفسهم، فكيف بهم يمثلون شعوبهم؟ ويتسترون بالإسلام دينا لكي ينهبوا خيرات شعوبهم. هذا ما أكده عمران الزعبي وزير الإعلام ردا على سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي. إنه لا تثريب على سعود الفيصل إذا اعتبر أن سوريا أرض محتلة وفلسطين محررة وذاكرته المثقوبة وأحلامه الموهومة تسيطر على خطابه. ما يفكر به سعود الفيصل أضغاث أحلام. آل سعود، فاحت رائحة أسلحتكم وأموالكم الحرام بقتلكم السوريين. إن العنف في سوريا سببه سلاح سعودي وأموال سعودية وإرهابيون تابعون للسعودية، والفيصل غارق بدم السوريين. مراوغات وادعاءات فرنسية وبريطانية لعقد مؤتمر جنيف 2، من يدعون أنهم يسعون لحل سياسي في سوريا هم نفسهم من يعرقلون الحل، بل وما يزال يدعمون المجموعات الإرهابية في سوريا بالسلاح والمال. إيران وموقفها الثابت من الأزمة في سوريا أكدته مجددا على لسان وزير الخارجية علي أكبر صالحي داعية إلى الحل السلمي بدون تدخل خارجي. من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري مراد ميدلسي أن الطرح الجزائري يوافق الطرح الروسي في تحمل المسؤولية تجاه الشعب السوري وتقديم مخرج سلمي للأزمة في سوريا. إذن الشعب السوري هو من يقرر مصيره، لأنه شعب حر لا يقبل الإملاءات من الخارج. اعتدت مجموعة إرهابية مسلحة صباح اليوم على خطوط وأنابيب الغاز والفيول التي تغذي محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية. وأشار وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظات درعا والسويداء والقنيطرة ودمشق وريفها. ولفت الوزير خميس إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأمين تغذية جزئية من محطات توليد بديلة، ريثما تقوم ورشات الإصلاح في وزارة النفط والثروة المعدنية بإعادة تأهيل الأنابيب المعطلة. في حلب وبالتعاون مع أهالي منطقة السيد علي ومنطقة الحميدية، عثرت الجهات المختصة على عدة أنفاق تربط المناطق الساخنة كمنطقة الوكيلية بغيرها من المناطق الآمنة المأهولة بالسكان كسليمانية والحميدية والسيد علي. مشاهدينا، نحن الآن في منطقة السيد علي. طبعا الجهات المختصة بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي قامت باكتشاف هذا النفق كما تتابعون معي. طبعا هذه المنطقة، منطقة السيد علي، هي
منطقة تابعة للمدينة القديمة ويوجد فيها العديد من السراديب والأنفاق. العصابات الإرهابية المسلحة قامت بحفر أنفاق في المناطق الساخنة ووصلت إلى هذا المكان، طبعا بالتعاون مع المواطنين تم سماع أصوات لحفر وقامت بإبلاغ الجهات المختصة. هذا النفق كما تتابعون معي قامت الجهات المختصة أيضا بسده، يعني هناك العديد من الأنفاق الموجودة هنا، هي بالأساس كانت موجودة ولكن العصابات الإرهابية قامت بحفرها من جديد حتى تصل إلى الأماكن الآمنة وتفخيخ المكان الذي يتواجد فيه المواطنون الآمنون. هناك طبعاً سوف نحاول الدخول أيضاً إلى الداخل، هناك غرف وسراديب هي محفورة أصلاً لنحاول أن نستكشف لكم ماذا يوجد بداخلها وكيف أن العصابات الإرهابية تحاول الدخول إلى الداخل لتفخيخ هذه السراديب هي الموجودة أيضاً في المكان. وصلنا مشاهدينا إلى هذا النفق الذي أيضا قامت العصابات الإرهابية المسلحة بحفره هنا، هو أصلا موجود ولكن كما علمنا من الجهات المختصة من أبطال الجيش العربي السوري أن هذا النفق حفرته من جديد العصابات الإرهابية المسلحة حتى تتمكن من الدخول إلى البيوت إلى أسفل البيوت والمنازل وهذه المنطقة الآمنة لتفخيخها ومن ثم تفجيرها. ميدانياً أحكمت وحدات من جيشنا الباسل سيطرتها الكاملة على حقل الشاعر للغاز وقضت على إرهابيين في حمص وريفها وفي حما. وبعد تطهير بلدة العقيربات رصدت كاميرا الدنيا آثار الإرهاب وأدواته الذي فر هارباً تحت ضربات الجيش العربي السوري. لم يكن أهل قرية العقيربات في ريف حماة يعرفون موعد رجعتهم إلى بلدتهم التي طالتها يد الإرهابيين وطال غيابهم عنها بعد أن هجروا منها قسرا، إلا أن الأنباء عن تطهير الجيش العربي السوري للقرية من رجس عصابات النصرة دعت من غابوا عن بيوتهم للعودة والحضور. ورغم أن مشهد الدمار وما خلفه هؤلاء الهمج التتار إرهابيو الناتو كان مؤلما جدا، لكن لقاء الدار فرحة غطت على آثار القدم الهمجية. إرهابية طفشونا من بيوتنا، حرقونا بيوتنا، نهبونا بيوتنا وطفشونا. وأهن الجيش العربي السوري على جيتوا علينا بيفكونا من الإرهابية، وإن شاء الله النصر لنا ولسيادة الرئيس، والله يديم لنا صحة الرئيس بجاه النبي. كل زاوية أو ركن في القرية تعرض لاعتداء الإرهابيين يحكي قصة. فهنا مشفى ميداني للنصرة تظهر آثار الدماء عليه حجم الإصابات والهزيمة لهؤلاء الإرهابيين الذين لم يستثنوا في الجريمة لا بشرا ولا حجرا، وحتى الحيوانات روعتها شناعة أفعالهم. من يقف وراءهم ويغذي حقدهم لم يعد خافيا على أحد. حقد العثماني في طحينهم، ورايات الإجرام تأتي معلبة من السعودية والأردن ليبقى المجرمون على قيد الجريمة، وتفضح علب الدواء أسرار عربان هذا الزمان الذين حاربوا سوريا حتى في رغيف الخبز الذي خبأوه وراء حقدهم. خبأوه ونسيوا أن السوريين لا يحيون فقط بالخبز، السوريون يحيون بإرادتهم، بعزيمتهم، وبقوة جيشهم. في مدينة تلك الأخبير في حمص خرج أبناء المدينة بمسيرة حاشدة دعما للجيش العربي السوري وتضحية أبنائه في تخليصهم من إرهاب المجموعات المسلحة. حماة الديار، حماة الأرض والعرض، رجال الجيش العربي السوري، كل الحب والشكر لكم. يا من قدمتم الغالية والنفيس لإعادة الأمن والأمان ودحرتم الإرهاب من ربوع تلك الأخ. هكذا كان حال أهل أبناء المدينة الذين خرجوا بمسيرة حاشدة شكرا ودعما للجيش العربي السوري وتضحيات أبنائه التي قدمت في سبيل تخليص المدينة من إرهاب المجموعات المسلحة.
أهل تل كلخ أكدوا عزمهم وتصميمهم على حماية مدينتهم من الإرهابيين الذين عاثوا فيها تخريبا وفسادا، واستعدادهم لبذل ما يطلبه الوطن في سبيل عزته وكرامته. نشكر رجال الجيش العربي السوري، اليوم عملوا عملية كتير منيحة والحمد لله ريحونا من الإرهابية. يعني هلا الحمد لله هلا شعرنا بالأمان. الجيش العربي السوري اللي قام بتطهير العصابات الإرهابية من منطقة تل كلخ، لأنه بعد لا تنام ولا عاد نشتغل، وقفت أعمالنا كلياتها، والله محيي الجيش العربي السوري. شفنا الموت، الحمد لله الجيش العربي السوري خلصنا. الله محيي حميون، الله ييسر أمرهم. خوفونا أن الجيش ذاك أولادنا حولنا وحوالينا، نحن لنا الشرف وهن نحن بحمايتهم، والله يحميون. وحدات الجيش العربي السوري وخلال عمليات التفتيش في حي جبل غليون عثرت على نفق يستخدمه الإرهابيون في تنقلاتهم واعتداءاتهم، وقضت على أعداد كبيرة منهم، وألقت القبض على آخرين، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بينها قواذف ورشاشات متوسطة وقنابل مضادة للدروع. هي ذي تل كلخ تعود تدريجيا لحياتها الطبيعية بفضل جهود الجيش العربي السوري ورجاله الذين عاهدوا الله والوطن على قطع يد كل من تخوض له نفسه المسا بشبر أو ذرة من تراب الوطن. تعرض أكثر من 20 سوريا للاعتداء بالسكاكين من قبل مجهولين أثناء توجههم اليوم إلى استوديو خاص لتسجيل أغاني تراثية سورية في منطقة جسر الواطي سوق الأحد شرق بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارة فان بداخلها 25 سوريا كانوا قادمين من برج حمود ومتوجهين إلى مكتب التلفزيون الإيراني لتصوير برنامج في استديوهاته، تعرضوا لطعنات سكاكين من قبل 8 مجهولين يستقلون 3 سيارات. نظم في فندق الدمروز برعاية وزيرة السياحة هالة الناصر ندوة بعنوان السياحة رسالة ثقافية وروحية واقتصادية. حضرها حشد كبير من رجال الدين والثقافة والسياسة. وحضر في الندوة سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون، حيث قسم الحديث في الندوة إلى 3 محاور. الأول، السياحة دعوة إلهية للإنسانية وليست رفاهية فقط، وأن السياحة رسالة أخلاقية وروحية وليس وظيفة استثمارية، وأنها تبادل للقيم والثقافات وليست هدم للأخلاق والقيم. السياحة رسالة ثقافية وروحية واقتصادية. ندوة أقامها فندق الدامروس في دمشق برعاية وزيرة السياحة هالة محمد الناصر. حضر في الندوة سماحة مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون، الذي قال خلال كلمته بأن هناك جهلا مخيفا أوصلنا لمرحلة نفاجأ فيها بأننا نجهل بعضنا ولا نعرف بعضنا حتى في الوطن الواحد والمدينة الواحدة. وأكد سماحته على ضرورة الاطلاع على الثقافات الأخرى، وأن السياحة تكون ثقافية وروحية ودينية، فلننطلق إلى العالم الإنساني نعلمهم ونتعلم منهم. يجهل بعضنا بعضا ثقافيا وروحيا وعرقيا ومدنيا، فإذا بعدونا يدخل علينا من هذا الباب، يدخل علينا من خلال إعلام هيئ منذ عشرات السنين وكسل من قبلنا في تثقيف أبنائنا عما نكتنزه من كنود ثقافية وروحية وفكرية وحضارية في هذه البلاد. حضر الندوة حشد كبير من رجال السياسة والثقافة والدين، وكانت كلمة البداية لمدير الفندق مريع فلوح، الذي قال إن هذه الندوة هي نافذة أمل ورجاء من أجل خلاص وطننا ونهضته، ورسالة للسياحة في زمن تتعثر فيه السياحة في سوريا، وليس ذلك ترفا أو اصطناعا. قد تكون مفارقة أن ندعو إلى هذه الندوة حول معنى السياحة ورسالة السياحة في زمن تتعثر فيه السياحة السورية، وليس ذلك ترفا أو اصطناعا، بل هي نافذة أمل ورجاء من أجل خلاص وطننا.
فمهما عصفت المخاطر واشتدت الخطوب يبقى لنا كثير أمل بأن سوريا ستنهض كطائر العنقاء. وزيرة السياحة حضرت الندوة أيضا وأكدت أن هذه الندوة هي رسالة سلام ومحبة. رسالة محبة أولا، هي رسالة محبة بكل الأديان. نحن بسوريا نسيج متجانس تقريبا، وجامعنا أمام الكنيسة أمام كلها رسالة محبة وسياحة أيضا، هناك سياحة دينية وأنتم تعلمون ذلك. المشاركون أكدوا أن سوريا ستنتصر وأن رسالة الإسلام الصحيح هي رسالة الإسلام السوري الحقيقي، وأن أبواب دمشق لن تقفل وستظل مفتوحة على الضوء والخير والأمل والحياة. وسماحة المفتي حسون ختم كلامه بالقول إن سوريا تحتاج إلى ولادة بعد هذه الأحداث الأليمة، ولادة تنقلنا من المذهبية والطائفية إلى سوريا التي بارك فيها الله للعالمين. أقامت فعاليات شبابية حفل تكريم لعائلات الشهداء تحت عنوان شهداؤنا أيقونة الوطن، وذلك في المركز الثقافي العربي بأبو رمان في العاصمة دمشق. وحضر الفعالية عدد من الفعاليات الأهلية والشعبية والرسمية بالإضافة إلى عائلات الشهداء، وألقيت في الحفل كلمة عدة أكدت على مدى سمو الشهادة. هدف الفعالي هو تكريم أهل الشهداء، لكن أنا أعتقد لا فعالية ولا قول يرتقي إلى مقام الشهداء وكرم الشهداء وكرامة الشهداء. يعني هذه الفعالية هي أقل ما يمكن تقديمه بتقديري كوفاء لدماء الشهداء، وطبعا هي مناسبة لتجديد العهد بالالتزام بخط الشهداء. حبينا نحن نعمل شيء صغير مهم مقابل الشيء اللي هن عم يضحوا فيه كرمال الوطن، لحتى نكرم أسرهم اللي أنجبت هيك رجال هيك أسود هيك أبطال. صراحة هو تكريم بسيط ومتواضع باسم الشعب السوري كله لأسر شهدائنا، أكرم من في الدنيا وأنبل بين البشر. نحن هون هلأ بحفل تكريم لزوي الشهداء، الله يحمي هالبلد ويحميها لسوريا، والله يرد كل شيء ضل طريقه لطريقه ويرجع لبلده. بلفة كريمة من السيدة الأولى في تكريم أنه لزوي الشهداء، والشيء اللي قدمه شهداء شيء كبير وعظيم، وإن شاء الله بلدنا منتصرة بإذن الله. الشهداء هن درع هالوطن، هن حامين هذا الوطن، ونحن مستعدين نقدم الشهداء كتير لآخر فرد من الحطة الضل سوريا أبية وعزيزة. أنا بفتخر بشهادة أخوي، وإحنا كلنا درب مشاريع شهادة وبنفتخر بالشهداء، وأنا وأخواتي خمسة، راح منينا واحد إحنا بقينا أربعة كمان إحنا على دربه. صحيح أخوي شهيد وغالي، لكن الوطن أغلى. قامت الهيئة الشعبية للمصالحة الوطنية وبالتعاون مع مجموعة شموع سوريا بتكريم ذوي الشهداء من المدنيين والعسكريين والإعلاميين والفعاليات الوطنية في محافظة حمص، إضافة إلى تكريم عدد من إعلاميي المحافظة والفعاليات الشبابية والوطنية وعدد من ضباط الجيش العربي السوري. تحت شعار شهداؤنا لأنكم عانقتم التراب سنسمو بأطفالكم ونعانق السحاب، وبالتعاون مع مجموعة شموس سوريا قامت الهيئة الشعبية للمصالحة الوطنية بتكريم ذوي الشهداء من المدنيين والعسكريين والإعلاميين والفعاليات الوطنية بالمحافظة، إضافة إلى تكريم عدد من إعلاميي المحافظة والفعاليات الشبابية والوطنية وعدد من ضباط الجيش العربي السوري. عدد من اللوحات الفنية الراقصة والأغاني الوطنية والقصائد الشعرية قدمها أبناء الشهداء من فريق شموع سوريا، وأكدت كلمات المشاركين على الدور العظيم الذي قدمته دماء الشهداء ويستمر الجيش العربي السوري بتقديمه من إنجازات في تطهير كافة بقاع الأرض السورية من رجس الإرهابيين. شهدائنا اللي احنا نتكرم فيهم اللي بدمائهم ظلت سوريا متماسكة، ظلت سوريا بعزة وشموخة مع انتهاء الحرب الكونية، وأيضا الفعاليات الإعلامية والشعبية تم تكريمها من خلال هالمؤتمر، كرمنا بأبناء الشهداء وتكرمنا بهم. نحن فريق شباب حمص التطوعي أتينا اليوم لنشارك
المحافظة ونشارك الهيئة الشعبية للمصالحة بتكريم أبناء الشهداء شموع سوريا. أول شيء نحن هون بسوريا شو ما قدمنا للشهيد ما منكافي، يعني خصوصا اللي هنون نحن لازم نكون سلفهم بأهلهم، بقى منحاول كتير إنه الشهيد يحس بقيمته وابنه يحس إنه أبوه إنسان عظيم، لولاه ما ضل الوطن لهلا. ويبقى السوريون على العهد باقون جنبا إلى جنب ماضون في حماية كل شبر من تراب الوطن، لتسطر انتصارات الجيش العربي السوري وتضحيات أبنائه ملاحم العزة والفخار لسوريا التاريخ والحضارة والمستقبل. أقيمت في وزارة الداخلية السورية ندوة توعوية تعليمية حول مخاطر المخدرات وأهمية مكافحتها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. حضر الندوة عدد من السياسيين والإعلاميين ووفد عن المنظمات الأهلية والشبابية. لم تعد المخدرات تؤذي دولة معينة، بل أصبحت قضية عالمية تهم المجتمع الدولي بأسره، نظراً لآثارها الخطيرة والمدمرة والمميتة على الصعيد الشخصي والاجتماعي والاقتصادي. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أقيمت في وزارة الداخلية ندوة توعوية تعليمية بحضور عدد من السياسيين والإعلاميين والمنظمات الأهلية والشبابية. فما شهدته المنطقة العربية من تحولات منذ أكثر من عامين وتحت شعارات مختلفة قوضت من قوة بعض الدول في المنطقة وسيادتها وعدم قدرتها على السيطرة وضبط حدودها، مما خلق مناخا مناسبا لعصابات التهريب بما فيها عصابات الإتجار في المخدرات، وباتت هذه التجارة من أهم مصادر تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية. تكالب الدول على سوريا بكل أشكال من البحر والجو والأرض أرسلوا تجار المخدرات وأرسلوا السلاح وأرسلوا الإرهابيين إلى سوريا، وقد ضبط عدد كبير من المسلحين وفي أوكارهم كميات كبيرة من المخدرات، كل ذلك لكي يسنوا سوريا عن المقاومة. 26 من حزيران هو يوم العالمي لمكافحة المخدرات، هذه الآفة التي أخذت تفتك في المجتمعات عموما، والإحصائيات التي تقدمها الأمم المتحدة تؤكد بأن كل المجتمعات يجب عليها أن تستنفر من أجل مكافحة هذه الآفة. معروف بالنسبة لوطننا الحبيب سوريا في كل عام يجري احتفالا يجمع فيه المفكرين والعلماء والسياسيين لكي ينشروا بدورهم الوعي في صفوف الشباب الضائعين وفي صفوف المجتمع بشكل عام، لكي يبينوا من خلال هذه المؤتمرات والندوات الجليلة والطيبة ما هي خطورة المخدرات على الأفراد ثم على المجتمعات. على الرغم من أن سوريا تعد وباعتراف المجتمع الدولي خالية تماما من زراعة وإنتاج المخدرات، وهي ليست أكثر من بلد عبور بين دول الإنتاج وأسواق الاستهلاك، إلا أن الظروف التي تمر بها سوريا دفعت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد والقضاء على هذه الظاهرة. اليوم في 26 من حزيران يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فالجميع بصوت واحد يقول نعم للحياة لا للمخدرات. لأخبار تلفزيون الدنيا، لين طرابيشي، وزارة الداخلية، دمشق. وصلت إلى مطار الباسل باللاذقية أمس طائرتا مساعدات روسية تحملان على متنيهما 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، تسلمها فرع الهلال الأحمر في المحافظة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. الأثمن من هذه المساعدات استمراريتها، فهي لغة القرار والمبدأ الروسي. 25 طنا حملها الشعب الروسي على متن طائرتين وصلتا إلى مطار الشهيد باسل الأسد في اللاذقية. سوريا أخواتنا، سوريا أصدقائنا، ونحن دائما لأخواتنا وأصدقائنا مقدم كل خير. توجه بالتحية إلى جمهورية روسيا الاتحادية شعبا وحكومة متمثلة بالرئيس بوتين لوقوفهم الإنساني من حيث تقديم المساعدات الغذائية ولوقوفهم سياسيا إلى جانبنا في المحافل الدولية. مواد غذائية وخمس مولدات كهربائية تعكس ثقافة الشعب الروسي وكرمه.
في حين يثمن السوريون موقف روسيا قيادة وشعبا، مؤكدين أن استمرارية هذه المساعدات تعكس روابط المحبة والأخوة التي سجلت توهجا منذ عقود. شكرا بداية لروسيا الشعب، روسيا الحكومة، روسيا القيادة المتمثلة في شخص الرئيس فلاديمير بوتين الذي عودنا دائما مع شعبه وقيادته الحكيمة في روسيا أن يقفوا صفا واحدا إلى جانب الشعوب الطيبة، إلى جانب الحق والخير والأمن والأمان الذي نأمل إن شاء الله أن تنعم به سوريا قريبا. هذه المساعدات تعبر عن محبة الشعب الروسي للشعب السوري ووقوفه إلى جانبه في هذه المحنة حكومة وشعبا. من ضمير الشعب الروسي أقلعت وحطت رحالها هنا في مطار الشهيد باسل الأسد، مساعدات روسية تؤكد عمق العلاقة وصدقها بين الشعبين السوري والروسي. من مطار الشهيد الباسل، باسم عباس، تلفزيون الدنيا. في محافظة حماة عقد ملتقى وطني تصالحي جمع أهالي مدينة سقيلبيقة ومدينة سلحب وقرية العشارنة والعوينة، وذلك بعد فتح طريق سلحب العشارنة سقيلبيقة الذي بقي مغلقا لفترة طويلة بسبب تواجد المجموعات المسلحة، والتي قام أهالي بلدة العشارنة بطرد عناصرها وتأمين الطريق. أينما كانوا وجد الأمن والأمان. ها قد أتوا رجال عاهدوا الله والوطن أن يعيدوا لأرض سوريا كل ما حاول الإرهاب سلبه. رجال الله، أبطال الجيش العربي السوري، ها قد أتوا لتأتي معهم البهجة والأفراح، خصوصاً بعدما قاموا بفتح طريق سلحب العشارنة الزقيربية الذي بقي مغلقاً لحوالي العام بسبب المسلحين الذين اتخذوا من ذاك الطريق مقراً ليرهبوا ويروعوا المواطنين الآمنين، قاطعين بذلك شرايين الحياة. لكن في سوريا رجال شربوا من ماء انبثق من ينابيع امتزجت ماؤها بدماء روت تراب وطن أقسم رجاله على الاستبسال دفاعا عنه. فأين عت ثمار مصالحة وطنية تجسدت بين أهالي مدينة الإسقيلبية ومدينة سرحب وقرية العشارنة والعوينية، لافظين كل من حاول المساس بأمن وسلامة الوطن؟ حقيقة نحن الآن في الملتقى الأخوي الذي يجمع هذه القرى، أقولها حقيقة، في قرية العشارنة، هو لقاء المحبة، لقاء الأحبة والمحبة، لقاء الأحبة، التقى الأحبة مع بعضهم، ولقاء المحبة، هذه اللقاء اللي كان مشحون بهذا الود وهذه المحبة حقيقة كان يدل على أواصر هذه القربة، أقولها، والصلة والجيرة التي تجمع، الذي حث عليها ديننا الحنيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ونحن إن شاء الله في هذه البلدة وفي هذا الوطن المعطاء، نحن إن شاء الله يدا واحدة ضد الأعداء وضد الخائنين الذين أرادوا ببلادنا شرا وسوءا، نحن يدا واحدة. التقيت اليوم من كافة القرى الفعاليات لأجل المصالحة الوطنية ولأجل القضاء على ظاهرة الإرهاب، إنهائها، ومشان يسود الأمن والأمان سوريا الحبيبة. هتافات علت وابتسامات رسمت، هو مشهد لطالما ضاق الغرب ذرعا به، هو مشهد يعكس اللحمة والوحدة الوطنية بين شعب أبى أن يشترى بمال الكون وبين جيش أقسم أن يظل حام للوطن وصدق. في طرطوس احتشد المئات من الفعاليات الشبابية والشعبية على الكورنيش البحري بدعوة من اللجنة المركزية للمصالحات الشعبية في سوريا تضامنا مع الشعب التركي الصديق ضد سياسات رجب طيب أردوغان وحكومته، بمشاركة فرقة كروب يوروم التركية للموسيقى الثورية. على أنغام فرقة كروب يوروم التركية ومن على كورنيش طرطوس البحري انطلقت الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الشعب التركي وسط حشد جماهيري رسمي وشعبي كبير، لتختلط الأغاني الثورية للفرقة مع هتافات أهالي طرطوس للجيش العربي السوري والمناهضة لأردوغان وحزبه.
العهد للشعب التركي الذي وقف رافعا رايات سوريا في العالي، رفعها في تحد واضح لأردوغان. نقول له لستم وحدكم، الآن في طرطوس هناك ساحة تقسيم في طرطوس، ونحن معكم إن شاء الله حتى إنهاء أردوغان وحكومته. نحن حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية، نحن حزب بنرفض الإرهاب والعنف، لذلك جينا اليوم لنعمل وقفة تضامنية مع الشعب التركي ضد سياسة أردوغان. هنا تقسيم أيضا، كل مكان ساحة مقاومة، عبارة رحب بها أهالي طرطوس بالفرقة التركية التي تعرضت لشتى أشكال الاضطهاد وقمع الحريات في تركيا. وقفة تضامنية مع الشعب التركي المقاوم الصامد ضد هذا اللص، هذا السارق، والشعب التركي الصامد، الشعب الشريف، الشعب المقاوم والصامد هو الذي إن شاء الله تعالى سيزيل هذا الطاغية من الوجود. Emperyalist saldırılara direnen Suriye halkının yanında olduğumuzu göstermek için, Suriye halkına destek olmak için grup yorum burada. Grup yorum mevcut huna لكي يعبر عن وقفته مع الشعب السوري المقاوم ضد القوى الامبرياليه التي تستهدفه. Bizim görevimiz ise emperyalizmin yalanlarını ortaya çıkartmak, halka gerçekleri anlatmak. مهمتنا نحن هي فضح اكاذيب الامبرياليين وعرض الحقيقه بكامل وجوهها للشعب او للراي العام. Ve şuradan inliyoruz. Direnen halklar kazanacak, direnen Suriye halkı kazanacak. Buna inliyoruz. Menamun bihi tamamen, menamun bihi tamamen bi anna Suriye al- Kadim ve Türkiye, hamilna risaletuhum arrafida li cerayimi Erdoğan li erhabiyya. Li ucarikahum ahali Tartus biha. Ve yakulu bi sautir vahid. Erhal Erdoğan li akbar dünya al-fadaiyya. Alil Kenç, Tartus. بهذا نأتي على ختام هذه النشرة. بقي التذكير بأبراز عناوين. أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر، وأن الوطن فوق كل شيء، وعلينا أن نستمر في الإعداد لطرد العدو. في الذكرى 39 لرفع العلم العربي السوري في سماء القنيطرة المحررة، أبناء شعبنا أكثر تصميما وعزما على تحرير كل شبر من أرضنا المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وأنها هي ليست ليبيا، والحل يجب أن يكون دبلوماسيا. تلكلخ في حضن الوطن وأهلها يوجهون ختام هذه النشرة الإخبارية، أتتكم من تلفزيون الدنيا في دمشق. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.